بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم في تاني محاضرة من محاضرات الأبر ليمب Muscles of the Back. معاكم دكتور رشا ربيع، Assistant Professor of Anatomy and Embryology Alexandria University. الحقيقة يا ولاد إن عضلات الباك بتترتب في طبقتين، طبقة سطحية من برة ودي بتكونهم عضلتين كبار، عضلة اسمها ترابيزيوس وعضلة اسمها لاتيسموس دورسي. لو شرحنا الطبقتين دول وشلناهم هنلاقي تحت منهم طبقة تانية من العضلات، معناته أننا لا يمكن أشوف الطبقة التانية إلا لو شلت الطبقة السطحية. الطبقة دي بتتكون من تلات عضلات: ليفيتور سكابولي، رومبويدس ماينور، رومبويدس ميجور. وضرب نار للصباح الباكر، وتعالوا نشوف ايه الصورة دي يا ترى. ايوة ده أفاك لا مؤاخذة. طب ايه النقطة الخضراء البارزة دي؟ ايوة ده بروز اسمه external occipital protuberance. external عشان من برة، occipital يعني أفا، protuberance يعني بروز. طب كل واحد يحط ايده ورا ودنه كده، ايه ده؟ ايه البروز ده اللي ورا الودن؟ ده ماستويد. الله، ده فين من الماستويد للاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس خط كده بارز اسمه سوبيريور نيوكال لاين، خط على الناحيه دي وخط على الناحيه دي. طب وايه لازمته بموضوعنا ده؟ انا مش عارفه، تعالوا نشوف. الفيرتبرا توجذر، أول ستة سيرفايكال فيرتبرا بيبقى عليهم ليجامنت من ورا اسمه ليجامنتم نيوكي اللي هو الأخضر ده. الليجامنتم نيوكي لما بيكمل على تحت بيبقى اسمه سوبرا سباينس ليجامنت، يعني ليجامنت بيربط السباين بتاع الفيرتبرا، الشوكة بتاعت الفيرتبرا سوا، يعني كل ده هو ده الليجامنتم نيوكي. هو مش عليك الليجمنت ده، طب انا بقوله لك ليه؟ لان احنا هنحتاجه، عضله من عضلات النهارده هتمسك فيه، مش هتمسك فيه بس هو، وهتمسك كمان في الليجمنت اللي تحت منه اللي هو اسمه سوبرا سباينس ليجمنت. ده منظر للسكيلتون فروم بوستيريور فيو، يعني من ورا. شايفين العظمة المزة المثلثة دي؟ هي دي الاسكابولا. طب ايه الشوكة دي اللي موجودة فيها؟ دي سباين. تمام، امشي مع السباين للآخر كده هتلاقي بروسس هنا اسمه أكروميون. الله، بتقولي اسمه أكروميون؟ أيوة، لأنه بيعمل أرتيكوليشن مع الأكروميال إند بتاعت العظمة الطويلة اللي بالعرض دي، وهي العظمة الوحيدة اللونجبون اللي موجودة بالعرض. أيوة، أكروميال إند أوف كلافيكل، بيعملوا هنا جوينت محترم، أكروميو كلافيكولار جوينت. طب إيه النظام؟ عايزاكوا تركزوا لي على الحاجة اللي أنا هخطط عليها بالأحمر ده. ده بوستيريور بارت ولا أنتيريور سيرفيس أوف ذا كلافيكل؟ أنا بصة من ورا، ده بوستيريور سيرفيس of the lateral third، الجزء اللاترال of the clavicle. جميل. طيب الحتة دي الأكروميون. طب يا ترى ميديال ناحية الجسم ولا لاترال برة الجسم؟ لا، دي ميديال ناحية الجسم الجوه. طيب امشوا معايا كده، مين ده؟ ده السباين بتاع الاسكابولا. طيب السباين ده بيكون من أبر ليب ولور ليب، وده اسمه كريست اوف ذا سباين اوف الاسكابولا، ده اسمه كريست. الحته الزاويه دي، الخن ده، عايزاكم تركزوا فيه كويس جدا عشان هينفعنا النهارده. طيب مين ده؟ ده السباينز بتاع كل الثوراسيك فيرتبري. عرفتي منين يا دكتورة انه ثوراسك؟ ما هو الربسة هو ماسكة في الفيرتبرا دي، يبقى دي من غير تفكير الثوراسك، وده الثوراسك كيج. طيب عايزة تقولي حاجة تانية؟ لا، كفاية لحد كده. انا كل ده بمهد
علشان نتكلم عن العضلة القمر دي اللي عاملة شكل المثلث الجميل ده على كل ناحية، عاملة شكل الترابيزويد، وكل واحد ليه نصيب من اسمه، عشان كده اسمها ترابيزيوس ماسل، ترابيزيوس ماسل. طب يا ترى واخده اورجن من فين؟ لا ده واخده اورجن من حته جميله قوي بقى، تعالوا نشوف. واخده اورجن من السوبيريور نيوكال لاين اللي هو ده، وكمان من الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس رقم واحد، والسوبيريور نيوكال لاين رقم اتنين. بس كده؟ لا، وفي ليجامنت هنا اسمه ليجامنتم نيوكي بتاخد فيه، وتنزل تمسك كمان في السباين بتاع اخر سيرفايكال فيرتبرا. بس كده؟ لا، ده هتمسك بتاع السباين اوف كل الثوراسك فيرتبرا، كل ده كده. طيب الفايبرز هتروح فين؟ هتروح تمسك في الحته دي اللي هي البوستيريور بارت اوف لاترال ثيرد اوف كلافيكل نمره واحد، وكمان في الاكروميون الحته دي، ميديال ولا لاترال؟ كده ميديال وكده لاترال، ميديال بارت اوف اكروميون، وكمان في الشفه العليا بتاعه الكريست، وكمان في الكلكوعه اللي هنا كده اسمها تشوبريكل اوف ذا سباين. الله، كل ده هتمسك فيه العضله. ايوه، تعالوا نشوف، تعالوا نوصل الاورجن بالانسرشن اهو يا ولاد. هنزل كده، خلينا باللون الاخضر احسن، هنزل كده كل ده اهو اهو اهو، بوصل انا الاورجن بالانسرشن. ايه الاورجن العريض قوي ده؟ ايوه، سوبيريور نيوكال لاين رقم اتنين، وكمان عندي اكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس رقم واحد، ورقم تلاتة ليجامنت في النك اسمه ليجامنتم نيوكي، ورقم أربعة السيرفايكال فيرتبرا رقم سبعة السباين بتاعها، ورقم خمسة كل السباين بتاع الثوراسيك فيرتبرا. طب وهتروح تمسك فين العضلة القمر دي؟ لا، دي هتروح تمسك في حاجات كتير، الكلافيكل، بوستيريور ولا انتيريور؟ طبعا بوستيريور اوف لاترال ثيرد. وهتروح تمسك كمان في الاكروميون، ميديال ولا لاترال؟ ميديال. وكمان تمسك في الكريست اوف ذا سباين، الكريست ده ليه ابر بارت ولور بارت، هي الابر بارت، وفي كلكوعه هنا اسمها تشوبريكل. كل ده الفايبرز هتلم نفسها، هتلم نفسها وتمسك في الانسيرشن ده. شايفين المثلث القمر ده عامل مع المثلث الناحية التانية الشكل القمر العسل ده اللي هو اسمه ترابيزويد، هي دي ترابيزويد مصل بتاعتنا. ولان في التكرار يعلم الشطار، هنعلم تاني على الانسيرشن اوف الترابيزويد هنا، بوستيريور بارت لاترال ثيرد اوف كلافيكل هنا، ميديال بارت اوف اكروميون هنا، ماشيه على الابر بارت اوف ذا كريست اهو اهو، لحد ما اجي هنا عند كالكوعه التيوبريكل. طيب انا هجيب الانسرشن العريض اللي من هنا، الاورجن العريض اللي من هنا كده، واوصل المثلث بالحته دي كده كلها. هو ده يا ولاد الترابيزيوس ماسل بتاعتنا، وعامله شكل الترابيزويد القمر مع الناحيه الثانيه. الاورجن تاني، اكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس، سوبيريور نيوكال لاين، ليجامنتم نيوكي، سباين اوف سيرفايكال فيرتبرا رقم سبعة، وكمان ها كل السباين بتاع الثوراسيك فيرتبرا ال 12، بتاخد وايد فيري وايد اورجن، عضله قمر بتعمل مثلث شكل الترابيزويد مع الناحيه الثانيه، العضله دي اسمها ترابيزويد ماسل. طيب يا ترى الاكشن ايه هيكون بتاع عضله الترابيزيوس الجميله دي؟ الابر فايبرز يا ولاد بتاعه الترابيزيوس هتاخد لي الشولدر، منطقه الشولدر، وترفعه لي على فوق، الابر فايبرز اللي هي دي كده ومن هنا دي، فتعمل حاجة اسمها شرج اوف ذا شولدر، انك ترفع كتافك كده على فوق، الحركة اللي بيعملها الاطفال وهم زعلانين. طيب اللور فايبرز اللي نازلة على تحت ممكن تاخد لي كتافي وتنزلها لي على تحت، يبقى الابر فايبرز تاخد منطقة الكتف دي وتطلعها على فوق، شرجينج اوف ذا شولدر، واللور فايبرز عكسها
بتنزلها لي على تحت. طب اذا كنا قلنا ان الابر فايبرز بتطلع الكتف لفوق واللور فايبرز بتنزل الكتف لفوق، يا ترى ايه الفايبرز العريضه الزرقاء دي اللي ماشيه بالعرض؟ طب ما هتاخد الكتف وتدخله لجوه، الحركه دي اسمها ريتراكشن ولا بروتراكشن؟ ها انا بدخل الاسكابولا على جوه ناحيه الميد لاين، الحركه دي اسمها ها قولوا معايا ريتراكشن، الحركة دي اسمها ريتراكشن. يبقى الابر فايبرز اليفيشن للشولدر، اللور فايبر تنزل الكتف على تحت ديبريشن اوف ذا شولدرز، طيب الميدل فايبرز ريتراكشن اوف ذا سكابولا. في اكشن بقى تاني يا ولاد مهم جدا اللي هو اليفيشن اوف ذا ارم اباف ذا هيد، ابدكشن اليفيشن اوف ذا ارم اباف ذا هيد. الحقيقه السريتس بتعمله مع الترابيزيوس. طب ازاي؟ بصوا ليد لما تعملوا ابدكشن 90 درجة، شايفين البروز ده؟ البروز ده اسمه greater tuberosity. اسمه ايه؟ greater tuberosity. اما الهيومرس ترفع 20 درجة بتدخل greater tuberosity في الخن ده كده هنا تحت الكراكويد وتحت الاكروميون وتحت الليجمنت اللي ما بينهم اللي هو كراكو اكروميان ليجمنت وتتحشر جوه. لو انا عملت ابدكشن اكتر من 90 درجه مش هقدر اعمل الا بقى لو كسرت بعنف الهيومرس. هتقولي ازاي؟ طب ما انا يا دكتوره اهو بلمس بايديا راسي وبعمل ابدكشن اباف 90 درجه. هقول لك الهيومرس ما بتتحركش في الشولدر بقى جوينت هنا لانها مزنوقه، انما اللي بتتحرك الاسكابولا. يعني ايه؟ يعني الاسكابولا اهي وادي الهيومرس اهي مزنوقه ل 90 درجه، هي مزنوقه مش هتسكت. امال انا هعمل بقى ابدكشن اكتر لفوق ازاي؟ هحرك السكابولا نفسها، فهعمل ايه؟ هجيب الجلينويد لفوق تمام؟ بالمنظر ده، فلما يترفع الجلينويد على فوق كده هتترفع الهيومرس معاها على فوق. ادي الهيومرس هتترفع معاها على فوق. طيب انا عايزه عضله بقى تحرك لي الجلينويد كافيتي على فوق وتعمل لي روتيشن. خلاص يبقى اتحرك لي الجلينويد كافيتي على فوق. يعني مثلا ادي الاسكابولا كانت كده، انا عايزه حاجه تحرك لي الجلينويد كافيتي كده على فوق وتشد لي الانفيريور انجل لبره. مين اللي بتعمل الحركه دي؟ مين اللي ماسكه في الانفيريور انجل وهتشدها على بره؟ اللور فايف ديجيتيشن بتاعه السريتس انتيريور. طيب مين اللي ماسكه في الجلينويد من فوق بقى وتحركه على فوق؟ كمان الترابيزيوس ماسل، الترابيزيوس ماسل. فالترابيزيوس ماسل تروح محركه من فوق والسريتس تروح زقه الانفيريور انجل على بره، فنتيجه ذلك ان الاسكابولا بتتزحلق بالمنظر ده وتترفع وبالتالي الارم بيترفع معاها. بصوا هنا يا ولاد الاسكابولا ابدكشن ل 90 درجه، عايزه ارفع بقى لفوق الهيد زي ما عملت كده. ايه اللي بيحصل؟ ركزوا اهو تاني، ادي 90 درجه الهيومرس مزنوقه. ايه اللي حصل عشان ترتفع كده فوق مستوى الهيد؟ لازم الانفيرو انجل تيجي لبره. مين اللي بيشدها لبره؟ اللور فايف ديجيتيشن بتوع السريتس انتيرو، مش هم ماسكين هنا؟ هيزقوها كده لبره. ومين اللي هيرفع دي كده لفوق ناحيه النك؟ الترابيزيوس. فنتيجة كده الهيومرس هتترفع معاهم وتعمل لي اللي هي الاليفيشن اباف ذا هيد. تاني ادي 90 درجة الهيومرس مزنوقة، انا عايزة حد يحرك الانفيرو انجل لبره ويسق لي الجلينويد على فوق، الترابيزيوس تقوم من فوق والسريتس انتيرو ماسكة هنا تروح جايباهم على بره. اهو مين اللي زق دي على بره؟ السريتس. مين اللي رفع لفوق الجلينويد؟ الترابيزيوس. وده منظر للتعاون يا ولاد ما بين السريتس اللي هي الخضرة من قدام، ودي هتاخدوها ان شاء الله في محاضرة تانية، اهي بتزق الانفيرور انجل على برة والترابيزيوس دي بتروح رفع الجلينويد على فوق، نتيجة ذلك الهيومرس بتترفع لفوق فوق مستوى الهيد.
بمساعدة العضلة المنشارية دي اللي هي السريتس ومساعدة الترابيزيس. نيجي بقى لتاني عضلة من عضلات الظهر ألا وهي لاتسمس دورسي. لاتسمس دورسي، شايفين يا ولاد مغلفة الظهر قد ايه؟ وراحة تمسك في دراعك، خد بالك وركز معاها، راحة تمسك في حتة صغيرة قوي في الدراع، على الرغم انها طالعة من very wide origin، انما عندها very narrow insertion في الهيوميرس. طيب تعالوا نشوف ايه قصة اللاتسمس دورسي دي، وازاي واخدة وايد اوريجين وليها نارو انسيرشن. تعالوا نشوف اللاتسمس دورسي طالعة منين. قال لي من اللور 6 ثوراسيك سباين، اللور 6 ثوراسيك سباين، كل دول يعني الابر 6 ماليش دعوة بيهم، وكمان من فاشيا موجودة في الظهر هنا بيضة اسمها سوراكو لامبر فاشيا في الحتة دي، وكمان في الإيليا كريست اللي هو عظم الهبون، المروحة دي من فوق الحرف بتاعها ده اسمه إيليا كريست، الله، وكمان من اللور فور ريبس، يا نهار أبيض يا نهار أبيض. اطلعوا فوق شوية، دي الزاوية اللي من تحت بتاعت الاسكابولا بنسميها inferior angle of the scapula، وصل لي كل الأورجن ده، يا خبر أبيض، اللور 6 ثوراسيك سباين، وكمان الفاشية بتاعت الظهر دي اللي هي المنقطة دي السوراكو لامبر فاشية، وكمان الإليا كريست، وكمان لما تطلع على فوق تشد في الآخر أربع ضلوع وتعدي على الانفيريور انجل وتمر هنا بمنطقة الإبط، ولكنها هتروح على قدام في الهيوميرس تمسك، هنقط هنا كده لأن المفروض مش شايفة مسكتها من قدام في الفلور اوف بايسيبيتال جروف. نسينا نقول ان في ليجامنت هنا اسمه سوبرا سباينس ليجامنت اللي بيربط السباينز سوا، هي كمان المعلمة الكبيرة دي ماسكة فيه. شفتوا قد ايه الاورجن بتاعها كبير قوي لحد ما هتمسك من قدام في الفلور اوف بايسيبيتال جروف. انتوا عارفين ان البايسيبيتال جروف ليه ميديال ليب ولاترال ليب، اللاترال ليب عشان البكتوراليس ميجور، الفلور نفسه الارض نفسها علشان خاطر اللاتسمس دورسي. ولان في التكرار يعلم الشطار، هنقول ان اللاتسمس دورسي دي طالعه من اللور 6 ثوراسيك سباين، وكمان من الفاشيا اللي موجوده هنا شاده فيها سوراكو لامبر فاشيا، وبعدين تطلع كده تلاقي اللوح ده عظم اللوح عظم عفوا الهبون تمسك في الإيليا كريست، بعدين تطلع في طريقها تلاقي الضلوع تمسك في اخر اربعة او خمسة ريبس، بعدين تعدي على الزاوية اللي من تحت من الاسكابولا اللي اسمها انفيريور انجل، بعدين تروح في منطقة الإبط هنا او الاجزلة تمسك في الهيوميرس من ورا، ابدا تمسك في الهيوميرس من قدام. حد لاحظ حاجة؟ ها طب ما الترابيزيس اصلا واخده من كل ال 12 ثوراسيك سباين، واللاتسمس واخده من اللور 6 بس، معنى كده ان اللور 6 دول مشتركين ما بين الترابيزيس وما بين اللاتسمس، معنى كده ان الترابيزيس لازم هتعدي على اللاتسمس، واللاتسمس في جزء منها مستخبي تحت الترابيزيس اللي هو الجزء اللي طالع ده من اللور 6 ثوراسيك سباين اللي انا بنقطه ده، ما هتمسك فيهم ازاي؟ يبقى اللور 6 دول مشتركين يا ولاد ما بين الترابيزيس واللاتسمس، ما بين الترابيزيس واللاتسمس. مين الفاشيا البيضة دي؟ دي سوراكو لامبر فاشيا اللي بتدي اورجن للاتسمس دورسي. عايزاكوا تبصوا للصورة دي وتتمزجوا قوي، وايد اورجن نارو انسيرشن، بتعدي في منطقة الإبط يا ولاد زي ما انتوا شايفين، ولكن بتمسك في الهيوميرس من قدام في الفلور اوف بايسيبيتال جروف. عيشوا
وسيبوا غيركو يعيش. نيجي بقى للاكشن اوف ذا ماسل. انا دلوقتي يا اولاد بجيب الانسيرشن اللي هو قدام في الهيومرس للاورجن اللي هو ورا. فبصوا برجع دراعي لورا ازاي، بعمل اكستنشن اوف ذا ارم. في الوقت نفسه الانسيرشن بعيد والاورجن قريب من خط النص، فبقرب دراعي لخط النص فبعمل ادكشن. يبقى بعمل ادكشن واكستنشن. الحركه دي انت بتستخدمها في اثناء العوم، لازم تحرك دراعك كده لورا وبعدين ترجعه على قدام، فهي بتساعدك في السويمنج كمان. في اكشن كمان يا اولاد طبقوا لي القاعده، هي لاتيسموس دورساي دي ماسكه من قدام ولا من ورا؟ هي ماسكه قدام الهيومرس. تبقى تعمل ميديال روتيشن ولا لاترال روتيشن؟ بصوا بصوا بتلف العظمه ازاي، بتعمل ميديال روتيشن اوف هيومرس اثناء ما هي شغاله. بصوا يا اولاد بتجيب الدراع على ورا ازاي اكستنشن، بتجيب لي الدراع على ورا، هي العضله اللي بتشد الدراع على ورا اثناء التمرين، في الوقت نفسه بتعمل ميديال روتيشن اوف الهيومرس. ولان في التكرار يعلم الشطار، خلونا نشوف تاني عضلة اللاتيسموس دورساي اللي واخدة من السباين اوف اللور سكس ثوراسيك فيرتبري والسوبرا سباينس ليجامنت والإلياك كريست وكمان اللور فور ريبس وكمان الانفيريور انجل اوف السكابولا، وراح تمسك قدام في الهيومرس في الفلور اوف بايسيبيتال جروف. ادي اللاتيسموس دورساي، التندون بتاعها بيبقى فيري نارو وبيتميز انك هتشوفه على الجثه سيلفري بيلمع وابيض حوالي من 2 ل 3 سنتيمتر. بصوا العضله دي لما تشتغل هترجع الارم لورا في حركه اسمها اكستنشن وكمان ادكشن. اذا قشرنا الترابيزيوس هتبتدي تظهر الطبقة التانية من العضلات. الصراحة الأورجن بتاعها غلس شوية في حفظه، إنما الإنسيرشن سهل. هما تلات عضلات من فوق لتحت، ليفيتور إسكابولي، بعدين تيجي عضلة صغيرة في النص اسمها رومبويدس ماينور، وبعدين الكبيرة من تحت خالص عشان تشيل أختها لأصغر منها رومبويدس ميجور. التلاتة دول الانسيرشن بتوعهم سهل، يعني هنقسم الميديال بوردر ده اوف السكابولا لتلات محطات. محطة كبيرة من عند الروت الجدري يعني بتاع السباين لحد الانفيريور انجل، دي المحطة التالتة، ودي اكبر محطة عشان العضلة الكبيرة الرومبويدس ميجور. والمحطة التانية قصاد بالظبط الروت اوف ذا سباين. والمحطة الاولى من عند السوبيريور انجل، دي اسمها سوبيريور انجل يا ولاد، واللي تحت دي اسمها انفيريور انجل، والجلينويد نفسه بنعتبره لاترال انجل. طيب من حد السوبيريور انجل لحد الروت دي المحطة الاولى اللي بتمسك فيها اول عضلة اللي هي الليفيتور اسكابولي. طيب الليفيتور اسكابولي واخدة اورجن منين؟ من اول اربعة سيرفايكل. طب الرومبويدس ميجور اللي هي رقم 3 واخدة أورجن منين؟ من أول أربعة ثوراسيك ما عدا رقم 1 ثوراسيك. طب المسكينة اللي في النص تاخد منين؟ من آخر واحدة سيرفايكل وأول واحدة ثوراسيك. آخر واحدة سيرفايكل وأول واحدة ثوراسيك. اخر واحده سيرفايكل يا ولاد اللي هي اكيد طبعا مش ماسكه فيها اي ريبس اللي هي دي، واول واحده ثوراسيك اللي هي دي، تطلع منها اورجن لعضله اسمها رومبويدس ماينور وتمسك قدام المحطه رقم 2 اللي هي الروت اوف ذا سباين. اول اربعة سيرفايكل بس بقى مش السباين يا ولاد، الترانزفيرس بروسس بتوع اول اربعة سيرفايكل. انا طبعا مش بعد، ولكن من اول اربعة سيرفايكل
هتمسك عضلة تانية وتروح تمسك في المحطة رقم 2 اللي هو من السوبيريور انجل لحد الروت اوف السباين. من اول 4 ثوراسك من السباين ما عدا طبعا رقم 1 تمسك في المحطه الثانيه اللي هي يا ولاد ادي تعالوا نعد 1 2 3 4 هنا كده كل ده تمسك في المحطه الثالثه واسمها رومبويدس ميجور ماسل. يبقى بالترتيب عندي 3 عضلات الفوقانية خالص ليفيتور، السودا هي رومبويدس ماينور، الكبيرة الحمراء اللي من تحت رومبويدس ميجور. وقلنا قسمنا الانسيرشن لثلاث محطات من السوبيريور انجل لحد الروت، ده محطة وده عشان خاطر الليفيتور من هنا لهنا قدام الروت بالظبط، ده عشان الرومبويدس ماينور. من الروت لحد الانفيريور انجل ده عشان الرومبويدس ميجور. طب الاورجن الغلس بقى، اول 4 سيرفايكال ده الليفيتور، اول 4 ثوراسك ما عدا اول واحده ده ثوراسك، ده رومبويدس ميجور رومبويدس ماينور، اخر واحده سيرفايكال واول واحده ثوراسك. لا الاورجن غلس، اصبروا عليا. الليفيتور بتاخد من الترانسفيرس بروسس اوف الفيرتبرا، انما الاثنين الاخوات ماينور وميجور بياخدوا من السباين نفسه بتاع الفيرتبرا. يا دي الحوسه، من منكم يخبرني عن هذه العضله الاخضره الجميله؟ ها يا ترى هي ليفيتور الفوقانية خالص ولا الرومبويدس ماينور ولا الرومبويدس ميجور؟ بصوا المحطة الانسيرشن بتاعها، هي واخدة من حد الروت اوف السباين لحد الانفيرور انجل تقريبا، تبقى دي العروسة الرومبويدس ميجور. ماذا رأيكم؟ دام فضلكم. ايه رأيكم يا ولاد؟ شايفين يا ولاد اول عضلة على اليمين دي الليفيتور يا جدعان، شايفينها ازاي انها واخدة مش من السباين، من الترانسفيرس بروسس، وراح تمسك في المحطة الاولى من السوبيريور انجل لحد تقريبا الروت. شوفوا العضلة اللي في النص، دي الميجور. ركزوا كده معاها، هي واخدة من السباين ولا من الشوكة الجانبية؟ من السباين بتاع اول 4 ثوراسك ما عدا اول واحدة، يعني من 2 و3 و4 و5 ثوراسك فيرتبرا. الكيوتة الصغيرة دي اللي قصاد الروت بس تالت صورة، ركزوا معاها، اخر واحدة سيرفايكال واول واحدة ثوراسك. طب سباين ولا ترانسفيرس بروسس؟ سباين رومبويدس ماينور. يبقى بالترتيب كده الصور، ليفيتور سكابولي اول عضلة، رومبويدس ميجور، رومبويدس ماينور في النص ما بينهما. دي كاديفر حقيقية يا ولاد، نايمة على بطنها وده ظهرها. شايفين العضلة المثلثة الأمراية دي هي الترابيزيس، في محاولة منا ان احنا هنشيلها. ادي الاسكابولا، ده ميديال بوردر اوف الاسكابولا. طيب دورسال سيرفس طبعا دي رومبويدس ميجور الكبيرة، اللي قصاد الروت بالظبط الماينور، واكيد اللي من فوق دي هي الليفيتور اسكابولي. رومبويدس مي عفوا الترابيزيس، لا يمكن اشوف الطبقه الثانيه الا لما اشيل الطبقه الاولى. ميجور ماينور ليفيتور اسكابولي. يلا يا ولاد ايدنتيفاي، اختبروا نفسكم، مين العضلة اللي على اليمين ومين العضلة اللي على الشمال؟ طبعا اللي على اليمين الليفيتور واللي على الشمال ها الميجور. يلا اختبروا نفسكم، دي انهي عضلة؟ هي ماسكة في السباين ولا الترانسفيرس بروسس؟ ترانسفيرس بروسس. وماسكة فين من تحت؟ من السوبيريور انجل لحد الروت اوف ذا سباين. اكسلنت، تبقى ليفيتور سكابيلي. الاكشن بتاعها من اسمها، كل واحد ليه نصيب من اسمه، سبحان الله. ليفيتور سكابيلي بترفع السكابولا، ايه الجمال ده. بالنسبه للاكشن بتاع الرومبويدس ماينور وميجور، هما ماسكين في الميديال بوردر اوف ذا سكابولا كانسيرشن،
والأورجن بتاعهم خط النص، هيحاولوا يقربوا البوردر ده لخط النص. الحركة دي بسميها retraction of the scapula. ركزوا على الصورة اللي في النص، retraction of the scapula. النيرف سبلاي ما جبناش سيرته. والله النيرف سبلاي بتاع الليفيتور والرومبويدس ماينور وميجور اسمه نيرف تو رومبويدس. النيرف سبلاي بتاع اللاتسمس دورساي نيرف تو لاتسمس دورسي. النيرف سبلاي بتاع الترابيزيس سباينال بارت اوف اكسسوري نيرف. هنضطر نحفظ الاسماء دي لحد ما ناخد النيرفس بالتفصيل. انا قلت لكم جمعوا لي النيرفس المشتقين من اسم العضله، يعني مثلا نيرف تو سبكليفيس للسبكليفيس، نيرف تو لاتسمس دورسي للاتسمس دورسي، نيرف تو رومبويدس للرومبويدس ماينور وميجور. طب يا ترى الاسماء دي بتاعت النيرفس في اسماء تانية؟ في اسماء دلع زي زينب وزينبو. طيب احنا عندنا دلوقتي النيرف تو رومبويدس ليه اسم تاني لازم يتحفظ، اسمه دورسال سكابولار نيرف، والنيرف تو لاتسمس دورسي اسمه سوراكو دورسال نيرف، سوراكو دورسال نيرف. في حته كده زياده يا اولاد ليه معلوماتكم العامه انما مش عليكم، ايه هو السباينال بارت اوف اكسسوري نيرف؟ احنا عارفين يا اولاد ان جذع المخ البرين ستيم بيتكون من 3 اجزاء، ميد برين بونز مضله اوبلونجيتا، تمام، وان الكرينيال نيرفز دي بتطلع من البرين ستيم. انا عندي 12 كرينيال نيرف، رقم 11 بيطلع من المدله اوبلونجيتا اللي هي اخر حاجه في جذع المخ. طيب بيروح فين بقى؟ اصلا البرين ستيم ده بينزل من فورامن كبير اسمه فورامن ماجنم عشان يكمل على تحت از سباينال كورد. في على جانبي الفورامن ماجنم فورامن موجود في السكال الناحيه دي والناحيه دي اسمه جوجولار فورامن. الكرينيال نيرف ده اوف اكسسوري اللي هو رقم 11 هيخش الجوجولار فورامن. كمان من الابر 5 أو 6 سيجمنتس من السباينال كورد تطلع روتس كده من النيرفس، ابر 5 أو 6، وتدخل عن طريق الفورامن ماجنم، بعدين تدخل للفورامن جوجلر وتتحد مع الكرينيال بارت اوف اكسسوري اللي هو رقم 11، ويعملوا لي ترانك واحد بس اللي سرعان ما هينزل على تحت ويتفرق تاني. قصة مأساوية، ما صدقنا انهم يلحموا مع بعض ولكنهم هيتفرقوا تاني. الاخضر ده هنسميه سباينال بارت اوف اكسسوري، وده اللي بيروح يغزلنا الترابيزياس ماسل، والاسود ده بنسميه كرينيال بارت اوف اكسسوري، كرينيال بارت اوف اكسسوري. يبقى انا عندي رقم 11 بيطلع من المدله اوبلونجيتا بتو روتس، واحد فيهم اسمه سباينال واحد فيهم اسمه كرينيال. السباينال عشان يقابل الكرينيال هيضطر يطلع له من الفورامن ماجنم ويقابله عند الفورامن جوجلر ويتحدوا سوا، ولكن سرعان ما يسيبه تاني، والسباينال بارت اوف اكسسوري يروح في النك عشان يغذي عضله اسمها ستيرنوماستويد وترابيزيس، انما الكرينيال بارت اوف اكسسوري ليه قصه خطيره هتاخدوها بعد كده بالتفصيل. عندنا في تريانجلز موجوده ما بين العضلات دي، هي مش عليكم ولكن للمعلومات العامه. طيب التريانجل الفوقانيه دي يا شطار اسمها تريانجل اوف اوسكالتيشن. الدكتور بيحب يحط السماعه هنا علشان بيبقى قريب لقطعه معينه في اللونج يقدر يسمع دخول الهواء وخروجه. التريانجل اوف اوسكالتيشن دي ليها ضلع ميديال وليها ضلع لاترال وليها بيز. طب يا ترى الضلع الميديال العكس بالعكس، ميديال يبقى اللاترال بوردر بتاع العضله دي، العضله دي اسمها ترابيزيس. طب الضلع اللاترال يبقى الميديال بوردر بتاع العظمه دي اللي هي السكابولا. طيب البيز
الأبر بوردر بتاع العضلة دي اللي هي اللاتيسموس دورساي. طيب الفلور نفسها، يا ترى مين العضلة اللي ماسكة هنا في الـ posterior part of medial border of السكابولا في الحتة دي؟ هل هي رومبويدس ماينور ولا ميجور؟ لا، الماينور بتمسك قصاد السباين، يبقى أكيد الميجور. يبقى ليه ضلع ميديال لاترال بوردر اوف ترابيزيس، ضلع لاترال اعكس ميديال بوردر اوف السكابولا، بيز ابر بوردر اوف لاتيسموس دورساي، فلور معمول برومبويدس ميجور. الله، ده في تراينجل تحت تاني، ده ايه الهيصه دي كلها؟ اهي ما بين العضله دي عضله من عضلات الظهر اسمها لاتيسموس دورساي، والعضله دي عضله من عضلات البطن اسمها اكسترنال اوبليك. الله، ومين العظمه دي اللي عامله زي المروحه؟ ده الياك كريست. ايه قصه اللامبر تراينجل دي؟ تعالوا نشوف حدودها. اهي يا ولاد، ده كده منظر لراجل واقف بالجنب، ده بطنه وده ظهره، وادي التراينجل اللي بقول لكم عليها البيز بتاعتها معموله من الالياك كريست. طب من قدام في العضله دي اسمها اكسترنال اوبليك، طب من ورا اللاتيسموس دورساي، طب الارض بقى معموله بايه؟ من الطبقه الثانيه من عضلات البطن اللي هي الانترنال اوبليك. ما انا عندي اكسترنال تحتها على طول في انترنال. طب وايه خطورتها دي؟ ان ممكن الانتستين تبتدي تزق من جوه تحت ضغط، وتبتدي تطلع على بره، وتبقى حاجه بسميها هيرنيا. لما الامعاء تسيب مكانها وتطلع على بره هسميها هيرنيا، هسميها هيرنيا. هتزق العضله دي وتطلع لي كده على بره، طبعا متغطيه بالجلد وبالعضلات الانتستين، وهسميها هيرنيا. So lumbar triangle is a site of hernia.